بسم الله الرحمن الرحيم. وقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا هو الثبات على الاستقامة. قالت أم سلمة: فقلت يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالاستقامة بيد الله، فمن أرادها لنفسه فليطلبها من الله وليلح على الله تبارك وتعالى بالسؤال.